أسئلة خمسة قبل أن نبدأ بالدراسة. Pangasubulong ta lima bago kita niyo magtagnasin pangajian na to. لماذا ندرس التوحيد؟ Maita kita niyo nangajisin tauhid. لماذا ندرس هذا الكتاب؟ Maita kita pangajian na to in kitab ini. لأننا طلاب. Pasalan in kita niyo talibul in. وطالب العلم لابد أن يسمع إلى العلماء. Na in talibul in inangajin murid lang ta subay sa dumungog din ha mga ulama. والعلماء أمروا طالب العلم أن يبدأ بالتوحيد وأول كتاب يبدأ به هو هذا الأصول الثلاث. نعم مع علماء. دي أكان كتانيو أمينات سين مجلسين توحيد بعوبس. بنا بتجنا أن كتانيو دي هي بقتاهن لونيا أصول ثلاثة من التو أطولان. نعم ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ ونن بقتاهن لونيا أصول الثلاثة. هي الأسئلة الثلاثة التي تسأل عنها في قبرك إذا مت. Siya in pagtaon tu pangasubo amo in bangsaw pa ma mawapat na in hambok tao ha laong pangubulan niya. Man rabbuk? Isin Tuhan mo. Wa ma dinok? Iwan unin agama mo. Wa man nabiyok? Iwan hisuin nabi mo. السؤال الرابع ما الفائدة من الدراسة؟ In pangasubo ikaupat unin faida makawata pag pangajisin insin matanini. الفائدة أننا إذا تعلمنا الأصول الثلاثة إن فائدة مكواتا بانسو باما بانجيان تين تو أصولان إني ثم عملنا بها بغبوسينان تا ثم دعونا إليها دميكيان ننوك توك كتا دي وصبرنا على هذه الأمور إبان سين نكسبر كتا ها تو بقرجان ناسبوت نكاونا نصنع هذا في الدنيا مهنان تين دي دنيا بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر نا إن شاء الله كجوابان تا إن بانسو هلون بانبولان القسم الخامس السؤال الخامس إن بانسو كلمة نريد نعرف على ماذا يحتوي هذا الكتاب كتاب أنت من أونين هلون سيمبكتاهون كتاب إني يحتوي على المسائل الأربع أون سيمبكتاهون أوبات مسألة علم أمونين علمو وعمل إن باك أنجوتا ودعوة إن بانوك تواج وصبر إبان سيمبك صبر القسم الثاني إن هيكاروانيا يحتوي على أنواع التوحيد الثلاثة نلمكمnya impactaron tu klasesin tauhid القسم الثالث لماذا ندرس التوحيد إنه كتو ميت أكيد أنا نجي التوحيد القسم الرابع شرح أسئلة القبر الثلاثة إنه كوباتnya impact explain long ta sin tu pangasuhan halom pangobulan ثم الخامس الخاتم والله أعلم يبان إن كلمة أمونين كينو بسان والله أعلم